السلام عليكم ورحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الحياة الآن لمتابعة أهم الأخبار المحلية والعربية والدولية. نبدأها مع حضراتكم بالعناوين. البابا تودروس يترأس قداس القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، والرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة. التربية والتعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب المدريات بتفعيل الأنشطة. في ظل غياب محمد صلاح، التعادل السلبي يحسم مباراة ليفربول وإيفرتون. ومن العناوين إلى تفاصيل الأخبار، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد وحضور الاحتفال. كما أوفد الرئيس السيسي أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد القيامة المجيد. وإلى استعدادات الكنيسة المصرية لقداس عيد القيامة المجيد، كل عام وحضراتكم بألف خير. يترأس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة أساقفة المجمع المقدس وحضور عدد من الشخصيات الرسمية والوزراء وأعضاء مجلس النواب. هذا ونبهت الكاتدرائية في بيان صحفي لها أنه لن يسمح بالدخول إلا لحامل الدعوات الشخصية بهذه المناسبة فقط، وأنه لا استثناءات في ذلك. كما يترأس أيضا رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريا زكي مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وكبار رجال الدولة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية. أيضا قدم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة التهنئة للبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. أشاد اللواء مجدي عبد الغفار بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني ووحدة واستقرار البلاد. هذا وأيضا مؤكدا على أن تمسك الشعب المصري بوحدته أفشل المخططات التي تتعرض لها مصر. من جانبه أشاد البابا تودروس بالدور الوطني للشرطة المصرية مؤكدا أن ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وشهداء يعتبر نموذجا مشرفا في التضحية والدفاع عن الوطن. وعلى الصعيد الأمني واصل مساعد وزير الداخلية لمديريات الأمن في كافة محافظات الجمهورية واصلوا جولاتهم التفقدية للقوات والخدمات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية المهمة. المزيد في سياق التقرير التالي. استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تشهد محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار الأمني للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها في إطار تحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات. وتضمنت الخطة تعزيز التواجد الأمني والخدمات عند مداخل الكنائس المصرية ومخارجها والطرق المؤدية إليها والحفاظ على حرم محيط كل كنيسة وتعيين خدمات أمنية بحثية ونظامية أمامها، وذلك لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام مع تكليف ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالتواجد بشكل مستمر للحفاظ على الأمن والنظام أثناء الاحتفالات، وكذلك تكثيف الخدمات المرورية في شوارع المحافظات، وذلك لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية أو الحوادث أثناء الاحتفالات. وكان مدير الأمن والقيادات الأمنية تفقدوا الخدمات الأمنية لتأمين دور العبادة والكنائس والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية. إسراء عبد التواب، الحياة الآن. وإلى العلاقات المصرية اللبنانية، حيث استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك على هامش مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس. وخلال اللقاء نقل المهندس محلب تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤكدا على دعم مصر الكامل للبنان الشقيق شعبا وحكومة. وأعرب محلب عن استعداد مصر لنقل خبراتها وتجربتها الفريدة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية المختلفة للبنان. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره واعتزازه الكبير بمصر وبالدعم الذي يلقاه من الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، معربا أيضا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وإلى وزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة حذرت الطلاب من لعبة الحوت الأزرق، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المديريات والمدارس بضرورة توعية الطلاب بخطورة اللعبة وعدم تحميلها على الهواتف الذكية، مع التركيز على تفعيل الأنشطة بشكل كبير. أضاف أيضا رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة أن الوزارة سبق وأن وجهت خطابا للمديريات التعليمية خلال شهر مارس الماضي حذرت فيه من خطورة انجراف الطلاب على الألعاب الإلكترونية والبرمجيات الرقمية التي من شأنها التأثير على حالتهم الذهنية. وإلى الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة إن الوزارة تتعامل بإيجابية لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية إلى أرضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والإسكان والمرافق بميزانية قدرها مليار جنيه كمرحلة أولى. أضاف أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن بعض المناطق بها خطوط هوائية لكن محدودة ولا تمثل خطورة على المواطنين ومعظمها في الدلتا، وأنه تم التنسيق مع المحافظين للانتهاء منها خلال العام المالي الحالي. وللمزيد من إلقاء الضوء أكثر والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن أهلا وسهلا بك معنا في الحياة الآن. اهلا بيك يا فندم واهلا بمشاهدينا الكرام واسره البرنامج كلها يا فندم. اهلا بيك يا فندم، يعني تفاصيل اكثر عن نقل الخطوط العلويه الهوائيه الى خطوط ارضيه، بالتاكيد دي هتوفر مساحات ارض كبيره وعدم خطوره طبعا على اهالينا. هو طبعا الاساس كله طبعا هو رفع اي ضرر او شكوى بالنسبه للجزء الخاص بالخطوط الهوائيه، وديت ده شيء يتعرف عليه عالميا حتى وجود الخطوط الهوائيه ديت في يعني في الاماكن كلها. ولكن نتيجه ان بيبقى في زحف الكتله السكانيه على هذه الخطوط فبيحصل فيها بقى الضرر اللي موجود، ولكن برغم من كده يعني الحكومه يعني برضو كانت بتتعامل بايجابيه من في هذا الملف، من ناحيه ان احنا بنحاول ان احنا يعني نحولها الى كابلات ارضيه بالذات في المناطق اكثر خطوره. ويمكن زي ما حضرتك اشرت ان ديت على مراحل، يمكن المرحله الاولى كانت ان شاء الله يعني في نهايه هذا العام الحالي العام المالي الحالي، يعني بنهايه شهر 4 او بدايه شهر 5 ان شاء الله تكون انتهت الجزء المرحله الاولى، وبعد كده ان شاء الله في المرحله الثانيه ان شاء الله للعام الجديد العام المالي الجديد ان شاء الله يبقى فيها تدبير للتمويلات الجديده. المحافظات اللي هيكون فيها الجزئيه ديت يا فندم التحويل من هوائي الى ارضي، لا ده على كل على على مستوى كل الجمهورية يا فندم، كل الجمهورية بس مراحل طبعا. طبعا لان احنا بنبدا بالتنسيق مع المحافظين والمحليات والسادة النواب للاماكن اكثر خطورة، وبعد كده هو ان شاء الله تبقى تدريجيا بحيث ان هي تغطي الاماكن ديت. وده مش معناه ان هو يعني الخطوط الهوائيه مش هتبقى موجوده، لا هتبقى موجوده، ولكنها طبعا يعني هتبقى بعيده، هنحاول انها تبقى بعيده خالص عن الكتله السكانيه. طيب اخيرا يا فندم، الحديث هنا عن خطوط الضغط العالي اللي بتمر بين المحافظات ولا على السلوك العاديه اللي موجوده في الشوارع المصريه؟ عظيم، ده شيء مهم جدا. احنا عندنا في الكهرباء بنتكلم على شبكات، بنتكلم على اربع انواع من الشبكات، شبكات ضغط او الجهد الفائق والعالي، ودي تبع شبكات النقل اللي هي اللي حضرتك قلت عليها اللي هي بتبقى ما بين المحافظات والجهد 500 و220 كيلو فولت. وفي خطوط بقى او الشبكات اللي هي الجهد المتوسط والمنخفض. احنا حاليا بالتنسيق مع وزاره التخطيط المليار جنيه كان خاصه بالخطوط اللي جه الجهد المتوسط والجهد المنخفض. بالنسبه للجهد الفائق والعالي
في تنسيق مع وزارة الإسكان لتدبير التمويلات الخاصة بها، سواء تحويلها إلى كابلات أرضية أو إلى تغيير شيء محترم. شيء محترم للغاية بالتأكيد، أي شيء لصحة المواطنين المصريين ده احنا بنشكره بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. وكما ذكر المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان وبالأخص العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض التصميمات المعمارية والبرنامج الزمني لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك نحو 22 مكتبا استشاريا عالميا ومحليا يعمل في تصميمات المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. أوضح الوزير كذلك أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم حوالي 20 برجا، ومنها أعلى برج في إفريقيا. تقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار. ورياضيا، تعادل فريق ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا في المباراة التي جمع بينهما عصر اليوم ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي الأربعاء الماضي. في السياق ذاته، يسعى فريق مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه، عندما يلتقي في 6:30 مساء في مباراة الديربي بمانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. يحتفل اليوم السبت الموافق 7 إبريل الفنان الكبير يحيى الفخراني بعيد ميلاده. وولد الفنان الفخراني في 7 إبريل عام 45 بمحافظة الدقهلية. حصل على بكالوريوس الطب عام 71 من كلية الطب جامعة عين شمس. الفنان الكبير أمتعنا على مدار سنوات عدة بالعديد من الأعمال الفنية التي أثرت الحياة الفنية المصرية. المزيد في سياق التقرير التالي. من منا لا يضحك عندما يشاهده في فيلم الكيف؟ ومن لا يتذكر الفتى المدلل حمادة عز وتعلقه بماما نونا ودوره في أوبرا عايدة، وبشر عامر في رائعة أسامة أنور عكاشة زيزينيا وشيخ العرب همام وأخيرا والنوس وغيرها الكثير والكثير من الأعمال التي سطرت اسمه بحروف من ذهب في الدراما والسينما المصرية. هل الفلكسيديل عقار قاتل بطبيعته؟ التقرير الفني يقول لا. التقرير الفني يا استاذ بيقول ان الفلكسيديل عقار قاتل. اتلهي. ايه؟ ارجو اثبات واقعة الاهانة في محضر الجلسة. ليس في الامر اهانة يا سيادة الرئيس، انا بقصد التقرير، بقول له اقرأه. اقرأ التقرير يعني. يتلوه تلاه. إنه الفنان القدير يحيى الفخراني الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 73، فهو من مواليد محافظة الدقهلية في 7 إبريل عام 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 في جامعة عين شمس. ورغم التحقه بكلية الطب إلا أنه كان عضوا مميزا في فريق التمثيل بالجامعة، حيث حصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية. دخل الفخراني الدراما التلفزيونية بمسلسل الرجل والدكتور خان عام 1973، وفي عام 1979 دعا صيته من خلال مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، وتوالت أعماله التلفزيونية، وكان نجاحه في السلسلة الشهيرة من ليالي الحلمية بمثابة علامة فارقة في تاريخه، ومن أعماله المسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور مسرحية الملك لير. من أنا؟ والد مولاتك، والد مولاتك، أتنظرني تابع مولاتي يا جبان. أما بالنسبة للأعمال السينمائية، فقد أغنى الشاشة الكبيرة بالعديد من الأعمال الناجحة، كان منها إعدام ميت وخرج ولم يعد. لم يكن تمثيل الفخراني فقط هو أهم أدوات نجاحه، بل كان صوته أيضا من أهم نجاحاته، عندما قدم صوت الراوي في فيلم عمارة يعقوبيان ودور الراوي أيضا في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة قصص القرآن. يظل الفنان الكبير حالة فنية متفردة، استطاع من خلال اختياراته المتنوعة لأعماله سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح على مدار الخمس العقود الماضية دورا في استمراره على عرش القمة حتى الآن. لأن اللي هو قوي كده إيش معنى؟ أنا غلطت غلطة واحدة، هو الخطاع اللي ما بيتعلمش. أنا المتعلم، أنا الذكي، أنا الزاهي، أنا المخلوق من النار.
أنا أحسن منه. إسراء عبد التواب، الحياة الآن. ختام أخبار الحياة الآن، أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، في أمان الله.